تمام. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم في برنامجنا الجديد واولى حلقات برنامج حياتنا. برنامج حياتنا برنامج اسري تربوي اجتماعي هيفيد كل اب وكل ام في ان احنا نربي اطفالنا تربيه سويه وتربيه ايجابيه. النهارده هنتكلم عن موضوع اثار الجدل، مش هقول عند ثلاث ارباع الامهات، ولكن اغلب الامهات اللي تواصلوا معايا هما شايفيني وعارفيني كل ام وكل اخصائيه. العند عند الاطفال، معظمنا بيعاني من فكرة إن أنا ابني دايما عنيد، أنا بنتي دايما عنيدة، أنا ابني عصبي، أنا بنتي عصبية. أول حاجة لازم نتكلم فيها مع بعض، وهي إن لازم نبقى عارفين قاعدة كده، مفيش طفل بينزل من بطن والدته أو أمه عارف العند ولا الضرب. يعني إيه يا دكتور؟ يعني ده سلوك مكتسب. مكتسب من مين؟ مكتسب من البيئة المحيطة بيه اللي هي الأسرة. هل ده معناه إن أنا السبب أو بابا السبب؟ لا، مش شرط، ولكن البيئة المحيطة بالطفل هي اللي بتساعد الطفل ان هو يتعلم الضرب. بمعنى اصح، انت جيتي اتعصبتي على ابنك فعملتي له على ايده كده، فهو كرد فعل فهم ان انا كمان لما هتعصب وهي هتزعلني هاجي هعمل لها كده. لكن هو لما يعمل لك ويضربك على ايدك كده، وبالتالي تبقي انت في الشارع او في قاعده عائليه عند والدتك او عند حماتك او ايا كان المكان اللي انت فيه، ويشد لك الطرحه ويمد ايده عليكي ويضربك بالقلم، بتوصل ان في اطفال بيمدوا ايديهم على اهاليهم والاهل بياخدوها بهزار، ولكن لما بيكبروا الموضوع بيزيد للاسف وبيبقى للأسوأ. يبقى العند والضرب هو سلوك مكتسب، مش الطفل مش بيبقى عارفه، بيتعلمه من مين؟ منك ومن بابا. طيب الطفل العنيد ازاي اتعامل معاه يا دكتور؟ طيب قبل ما اقول لك ازاي تتعاملي مع الطفل العنيد، لازم في البدايه اعرفك ايه هي انواع العند. ليه؟ لان لما تعرفي انواع العند هتعرفي هتختاري النوع اللي ابنك عنده نوع العند، فتعرفي تتعاملي معاه كويس. طيب انواع العند بالنسبه لنا، انواع العند في منها اول حاجه نوع اسمه نوع العند الاراده. يعني ايه؟ ده نوع حلو جدا، احلى نوع، ونتمنى نشوفه طبعا في كل اولادنا، اللي هو ابنك لما يغلط مثلا او يجيب درجه مش كويسه في الامتحان، او ان ابنك عنده بطوله وللاسف او خسر في الماتش، اللي بيبقى عايز يشتغل على نفسه احسن وعايز يذاكر اكتر عشان ينجح في الحاجه اللي هو نفسه فيها. ده اسمه عند الاراده، والعند ده صحي، العند ده لازم ننميه ولازم نحتويه ونوظفه صح عند اولادنا. يبقى عند الاراده، لو لقيتي ابنك بيعند عشان يذاكر، ابنك غيران من حد جاب درجه اعلى منه، ما دام احنا في العند الصحي، اه تمام، اشجع ابني انه يشتغل على نفسه، انا كده ماشيه في الطريق التمام. نخش بقى على انواع العند الثانيه، واللي هي بقى طبعا بتثير الجدل في معظم البيوت. في عند للاسف هو عند مش واعي. الطفل اللي هو سنه وسنه ونص ده، لما بتيجي الام تقول انا ابني طول النهار اقول له حبيبي سيب الفيشه، يا حبيبي الطبق مكانه، يا حبيبي ما يصحش تعمل كذا، لازم تبقي انت كأم واعيه ان هو طفل، هو انت لازم تنزلي لعقله. هو مش فاهم ان الفيشه دي هتكهربه، هو كطفل هيفهم منين ان الفيشه دي فيها كهرباء؟ انت كأم لازم تتصرفي، مثلا اغطي الفيش بحاجه. دلوقتي مثلا هو انت حاطه حاجات للضيوف، معظم الاطفال تيجي ياكل من الطبق تبداي تضربيه وتهزقيه وتشتميه قدام الناس، نخش في مشاكل نفسيه اخرى، تبول لا ارادي بقى وكذب وهكذا وهكذا وخوف وجبن. ولكن هو الطفل اصلا مش فاهم، وانا عملت ايه عشان هي بتزعق لي؟ انا عملت ايه عشان ماما تضربني بالمنظر ده؟ ولكن انت كأم لو نزلتي لمستوى ابنك وتعاملتي معاه بهدوء وكان في حوار، لما يبقى في اطباق قدام حد، انت حطي لابنك طبق ياكل فيه على جنب، حبيبي ده بتاعك، حبيبي ما تلعبش في الفيشه دي، اخلقي بدايل للطفل، ما تقوليلوش على حاجه لا وهو ده، ما هو مش فاهم انت بتقولي على الحاجه دي لا ليه، واخبط راسك في الحيط. لا، ما هو ده هيدخلي في مشاكل نفسيه اخرى، واول حاجه الطفل هيعملها ان هو هيعند. ليه؟ عنده فضول ان يعرف الفيشه دي فيها ايه. حبيبي خش نام عشان عندك مدرسه الصبح. طيب هو مش فاهم ان هو لو ما دخلش ينام هيصحى مقريف، هيصحى متاخر، الميس هتزعل منه، مش هيروح المدرسه. تتبعات الموقف الطفل مش فاهمها، لكن انت كأم فاهماه. يبقى انت تمهدي لابنك، حبيبي المفروض فاضل لك ربع ساعه وهنخش ننام، فبعد الربع ساعه تيجي تتكلمي معاه، اه يا ماما صح انت قلتي لي. طيب ده نوع من انواع. في نوع من العند للاسف نوع سيء جدا، هو اسمه نوع بيعند مع نفسه. تاكل يا حبيبي؟ يقول لك لا، هو جعان وعايز ياكل بس بيعند مع نفسه، وعشان عايز يعند معاكي يقول لك لا، بيعذب نفسه مش وهو جعان والاكل قدامه يقول لك لا يا ماما انا مش هاكل. طبعا العند اللي بيعند مع نفسه ده نوع يعني قوي جدا، هو بيختبرك وعايز يشوف سقفك او اخر هتعملي ايه، بينرفزك عشان توصلي اخرك معاه. النوع اللي بيعند مع نفسه ده لازم قدر الامكان تكوني ام حازمه، لازم تكوني متماسكه قويه. يعني ايه ام حازمه؟ في فرق دايما بوضحه لكم ما بين الام القاسيه
والام الحازمه. الام القاسيه اللي اول حاجه بتعملها يعني معلش سوري بتمد ايديها وبتضرب وبتشتم وبتهين ابن اولادها قدام الناس، لكن الام الحازمه تقدري تقعدي وتقومي الطفل بعينيكي. ازاي يا دكتور؟ يعني انا دلوقتي انا خارجه مشوار مع اولادي مثلا رايحين نشتري حاجات من سوبر ماركت، كل طفل قبل ما اخرج حبايبي كل واحد فينا هيشتري حاجه واحده، دي مقدرتي، غير كده انا مش هقدر اشتري. خرجتي ورحتي المكان انتهزوا الفرصه وعملوا بقى شويتين بتاعهم وبداوا يعيطوا ويصرخوا واللي يدبدب على الارض، ما هو بيجيبوا اخرك بقى عشان تشتري الحاجه الفلانيه وانت مش عامله حسابك ماديا على الحاجه دي. انت بمنتهى البساطه هتسيبي كل الحاجات وكل الحاجات اللي انت شاريها وهتاخدي بعضك وتطلعي على البيت. ايه ده يا ماما روحتنا؟ اه ماما روحتنا. ايه ده يا ماما انت بتعملي كده ليه؟ احنا اتفقنا بعد كده لما اخدكم في مكان هو اللي احنا اتفقنا عليه هو اللي هيتنفذ. دلوقتي ولنفترض مثلا شكوى بتيجي من معظم الامهات، اروح بيهم المشوار يا دكتور بيعندوا معايا في الشارع وبيقلوا ادبهم ويبداوا يطلعوا الفاظ مش كويسه ويقولوا حاجات مش كويسه وانا بتحرج جدا قدام الناس. حبيبتي انت قبل ما تخرجي من البيت تقعدي كده قاعده مع اولادك دقيقتين، حبايبي احنا رايحين المكان الفلاني، اتمنى نبقى مؤدبين، نبقى كويسين، ما نعملش اي تصرفات مش كويسه، ونحاول نسمع الكلام، واللي هيسمع الكلام هيبقى فيه مكافاه ليه، تمام؟ وهم عارفين اللي هيغلط هيبقى فيه عقاب. طيب تروحي المشوار بتاعك، ابنك ده غلط، بنتك دي غلطت، اوعي تتهزي. يعني رجل على رجل كده وماسكه كوبايه الشاي بتاعتك ما تتهزيش، تمام؟ ولا تقولي له اوعي هتصححي لابنك سلوكه قدام الناس، هتكسريه. هتكسريه واوعي تمدي ايدك عليه قدام الناس، حتى لو هو ضرب طفل مثلا تاني، اوعي تضربيه قدام الناس. مهما حصل قدر الامكان قدر الامكان خليكي ماسكه نفسك في الـ في الـ في الموقف اللي احنا فيه. طيب جه ولادك منهم اللي غلط ومنهم اللي عمل حاجات غلط وجيتي روحتي البيت، اول ما تخشي البيت بهدومك كده ما تغيروش، تقعديهم قدامك، حبيبي انت عملت واحد اتنين تلاته وانت عملتي واحد اتنين تلاته، ايه ده يا ماما انت كنت واخده بالك مننا قوي كده؟ ايه ده انت كنت مركزه؟ اه انا كنت قاعده مركزه بس ما كانش ينفع اعاقبكم قدام حد، تمام؟ تبداي عقاب واحد اتنين تلاته، انت هتتحرم مثلا من التمرين بتاعك، انت هتتحرم من التاب بتاعك، انت هتتحرم من التليفون، مش هتشوف اليوتيوب النهارده، انت مفيش فرجه على الكرتون النهارده، وكذلك البنت. فتبداي تشوفي الاساليب العقاب اللي انت متفقه معاهم عليها وتنفذيها. صدقيني بعد كده عمرك ما هتروحي بيهم مشوار ابدا اللي هتقولي لهم عليه يمين يمين شمال شمال، انتهت. ليه؟ عرفوا ان ماما حازمه، ما دام طلع من لسانها كلمه اه هيبقى اه، لو هتكافئنا يبقى اتكافئنا، لو طلع من لسانك لا يبقى هي اللا. مهما جم اعتذروا وقالوا لك يا ماما احنا اسفين على الموقف الغلط ده، احنا اسفين على اللي احنا عملناه، تحضني ولادك وتطبطبي عليهم وتقولي لهم انا مسامحاكوا، انا قبل اعتذاركوا ولكن انا اسفه العقاب انا نطقته فالعقاب هيمشي. هي دي الام الحازمه، هتقوميهم بعينيكي وهتقعديهم بعينيكي بعد كده، هيكبروا بعد كده هم متعودين. لا هتلاقي طفل في سن المراهقه يقف قصادك ويرد عليكي الرد برده، ولا هتلاقي طفل بيشرب حاجه في سن المراهقه زي السجاير او الكلام ده او بيعرف اصحاب سوء، ولا هتلاقي بنتك بتخبي عليكي سنتي. ليه؟ لان احنا خلقنا نوع من الحوار والمودة وان احنا يبقى فيه مرونة في التفكير بيننا وبين بعض. طيب اخر نوع من انواع العند هو اسم النوع الفسيولوجي، وده بيجي دايما للاطفال اللي هم عندهم توحد والاعاقات العقلية والسي بي والداون سيندروم. كل دول طبعا بيبقى معاكي دكتور اخصائي بيقولك ان هتمشي ازاي كسلوكيا معاهم. طب ايه هي ايه اسباب العند؟ لازم يبقى احنا اهل كأهل عندنا فكرة انا ابني بيعند ليه. يعني اول حاجة لازم تعرفوها كده، هم بيحبوا يقلدونا، بيحبوا يقلدونا جدا. هو طفل متربي مع باباه ومامته، انت اللي قدامه قدام عينه 24 ساعه، هو بيحب يقلدكم. لو بابا بيصلي هيقوم يصلي، لو انت هاديه هو هيبقى هادي، لو انت احترمتيه هو هيحترمك، لو انت ضربتيه هو هيضربك، وهكذا. اتعاملي مع ابنك او بنتك كانهم مرايه، مرايه قدام عينيكي. لو ابنك لو انت حابه انك تشوفي نفسك في المرايه دي حلوه هيبقى هو حلو، لو انت شايفه نفسك ومهمله هتلاقي نفسك مش كويسه، هتلاقي هو كمان مش كويس معاكي. طيب من اسباب العند استسلامنا، لما نلاقي طفل عمال يصرخ في الشارع ومامته عشان تسكته تدي له الحاجه اللي هو عايزها، تشتري له الحاجه اللي هو عايزها. اوعي تعملي كده، ده بيربي فكره قويه وخطيره عند الطفل اللي هو انا هزن وهصرخ وهعيط عشان هم بيزهقوا من الصريخ والعياط فهينفذوا لي اللي انا عايزه.
اوعي تستسلمي لعياطه وصريخه. لو انت كأم وأب حاطين قواعد لابنكم مثلا الساعة 6، او مثلا بناخد الحاجات السكريات كل خميس وجمعة مثلا، ما بنشتريش حاجات مواد حافظة من الشارع بقية الاسبوع، اوعي تروحي مشوار ويزن ويبهدلك الدنيا وتستسلمي وتجيبي له حاجة، اوعي انتهت خلاص. احنا حاطين قاعدة في حياتنا، هو بيشوف سقفك، هو عايز يشوف اخرك ايه، انت كماما سقفك ايه واخرك ايه. لكن لو استسلمنا لعياطهم وزنهم في الشارع انتهت خلاص، هو هيبقى ده اسلوب حياه بالنسبه له. طيب من ضمن برضو اسباب، يعني من اسباب العند، فكره ان ايه، يقول لك ايه الواد بيكبر، يعني فكره مصريه اصيله. يعني ايه الواد بيكبر؟ ما تزعقلوش، الولد كبر، الولد كبر بقى وراجل بقى وعايز يثبت نفسه. انا معاكي ان سمه من سمات العند هي اثبات ذات في فتره المراهقه او الطفوله المتاخره، انا معاكي في ده، ولكن بحدود. ما يجيش يزعق في باباه وتقولي له حبيبي، لا ما تقومش تزعق له، الولد كبر. غلط جدا. انت معلش كده انت بتضعفي من صوره الاب قدام الولد. نازل مثلا مع اصحابه انت ما تعرفيش هو رايح فين، رايح مثلا مكان ما تعرفيش رايح فين، وليكن بيلعب اي حاجه بره مثلا في اي مكان، فتقولي الاب لا سيب الولد يخرج، الولد كبر. لا مش هسمع الولد كبر، مش هسمع الولد كبر. انا معاكي ان احنا لما نحط قواعد وتربيه اساسيه ولادي هيفوتوا في الحديد، وانا هخرجهم للمجتمع، وانا واثقه ان ابني لا عمره هيعرف صاحب سوء ولا عمره هيعمل اي تصرف غلط، ولكن في حدود. مش معنى ان الولد كبر معنى ان انا اسيبه كده يعني هباء منصورا، لا، استقيموا يرحمكم الله. سبب تاني اخير من اسباب العند، وهو التدليل الزائد. يعني حبيبي انت ما اكلتش، شكلك هفتان، عايز تاكل، اعمل لك بيض. لا، هو بقى بيتنك عليكي بقى، عيل نص متر كده مغلبك، لا حبيبي لا مش هاكل. طب اعمل لك بطاطس. ماشي، تعملي البطاطس انت كأم حبيبتي، انت غلبان عملتي بطاطس وحطيتي له حبيبي كل. لا مش واكل، مش عاجباني شكلها، مش عاجبني. لا لا لا، ما تسيبيش عيل يعمل فيكي كده، يعني ما تحطيش نفسك في الموقف ده، ان يبقى معاكي طفل يعني متر كده معلش يعني يبيع ويشتري فيكي بمعنى اصح. لا 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 لا، انت احط الاكل قدام الطفل، حبيبي معاك الاكل جه تمام نص ساعه بالظبط، مد ايده، ما مدش ايده الاكل يترفع ويتشال على طول. ما تتحايليش على ابنك. التدليل الزائد، حبيبي اعمل كذا، حبيبي خد دي، حبيبي شيل دي، انت تعبان. لا، التدليل الزائد ده بصي يعني علامه مش صحيه، علامه بتبقى سلوك مش صحي، وبيطلع على فكره ولد غير سوي. ما تفكريش ان هو انا ابني، لا ده انا في بقه المعلقه الذهب ده، لا 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 لا، هيطلع الولد بعد كده هيظهر بقى خوف وجبن وكذب، وبعد كده بنخش في مشاكل نفسيه تانية. يبقى من البدايه، من البدايه احنا لازم يكون في ما بيننا وما بين اولادنا حوار. كانت في مشكله، كانت ام كانت قايله لي عليها قبل ما اطلع معاكم، كانت بتقول لي انا ابني في الجو الساقعه اللي احنا فيه ده بيصمم يلبس شورت. يعني الجو ساقع حبيبي، وفعليا شفت الولد لابس شورت. يعني فاحنا لما تلاقي ابنك مصمم على حاجه في الدولاب، حلو ان انا ادي مساحه لابني او بنتي ان هم يختاروا حاجه يلبسوها، حلو. ولكن انت كأم مثلا مش عايزاه يلبس الحاجه الفلانيه دي وحشه، تمام، انت حبيبتي شيلي كل الوحش من الدولاب وسيبي كل البدايل الحلوه يختار منها. فبالتالي لما يجي هو يختار حاجه هيختار الحاجه اللي راضياه شخصيا واللي ترضيكي كأم. فكده انت كده عملتي ايه؟ هو انت لو شلت الشورتات وشلت كل الكلام ده وشلت كل الهدوم السيئه دي، هو لما يجي يختار هيختار الحاجات الكويسه، فبالتالي انت مرضيه وبالتالي ابنك مرضي. تمام؟ اتفضل. تمام، معانا اتصال تليفوني. الو؟ يا ريت بس توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. معانا استاذ فوزي، اهلا بحضرتك. تمام فوزي معانا، اتفضل. انا معاك يا بابا، اتفضل. طالب، هو طالب وحصل تقريبا موقف مع والدته حابب يحكي لنا عليه، اتفضل يا فوزي. تمام. بصراحه انا الواحد يعني صاحبي كده قاعد وقال احنا قلت لي انا مش سامع كويس، بس حد يقول لي في السماعه. ايه، فكنت ارشد ان انا ما اخدش لما جه حتى ما تفهمش معايا، واحد كده راح ضرباني ضربه وحشه. يعني انا عايز اعرف ليه، حاجه صح ولا غلط؟ لو حد سمع السؤال بس يا ريت يقول لي عليه. معانا استاذه فايزه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو
بنتي عندها 5 سنين ونص. يا ريت بس توطي بس صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون عشان اقدر اسمعك، عشان اقدر ارد عليك. اتفضلي. 5 سنين ونص بنتي عندها. بنتك عندها 5 سنين ونص. تمام. في كي جي 2. في كي جي 2. ماشي. ايه عنيده جدا. تمام. جدا جدا. تمام. وتلاقي مثلا بنت اخوها معاها كشكول او حاجه فمش عايزاها تذاكر، تاخده تقطعه لعبها مثلا. وممكن تجيب لي مثلا 5 جنيه من المدرسه، 2 جنيه من المدرسه كده. مش عارفه بصراحه اتعامل معاها ازاي. تمام حبيبتي، ماشي اتفضلي هرد عليكي حبيبتي. حاضر حالا. الطفله حبيبتي بنتك اللي عندها 5 سنين في كي جي 2، معنى ان في اولا هي عند، معنى ان في بدا يظهر عدوانيه، احنا كده خرجنا من العند، معنى انها في عدوانيه انها بتقطع الكشاكيل لبنت خالتها او قريبتها، ده معناها ان في الام او الاب بيقارنوا ما بينها وما بين الطفله دي. هي في حد بيقارن بيقول لها بصي بنت خالك عامله ازاي، في حد بيقارن. يا جماعه اوعي تقارني ما بين الطفل ما بين حد تاني، في فروق فرديه ما بين الاطفال. طبيعي ان البنت ممكن تكون مش شاطره شويه، مش ذكيه شويه، وده مش عيب، ده مش عيب. ممكن تكون البنت عندها مهارات في نقطه تانيه عاليه وزايده، لكن حته انك تقارني بينها وما بين الطفل هيخلق غيره، والغيره هتولد عدوان، والعدوان هيظهر بسلوكيات فيها خاطئه عدوانيه، هتقطع الحاجه ليها، هتقطع كشاكيل، هتقطع لها كتب، وحبه حبه ممكن تمد ايديها عليها وتفكر تاذيها باساليب مختلفه. تاني حاجه بصي بقى، شفتي بقى احنا لما اتعاملنا غلط وعملنا وصلنا نفسنا في اسلوب العند ده، اتعاملنا غلط دخلنا في العدوانيه، وانا كنت لسه بقول من شويه بيدخل في الكذب والسرقه والتبول لا ارادي والتهتها. انت جت معاكي في ايه؟ جت معاكي في العند، جت معاكي في العدوانيه، جت معاكي في السرقه. للاسف البنت بدات مثلا تاخد فلوس مثلا من المكان اللي هي في المدرسه، ترجع ب 2 جنيه ب 5 جنيه ب 3 جنيه، وده لان البنت يا اما في حد بيضربها في البيت، يا اما في تعنيف من الاب ومن الام، وفي خوف. في خوف يا جماعه. موضوع المصروف ده، موضوع المصروف ده موضوع جدلي جدا. يعني ادوا ولادكم مصروف، انا ما بقولش لا، انا 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 كأم ادي ولادي مصروف، ولكن احنا بنتفق ما بديش كل يوم، بدي مثلا كل خميس وجمعه، بقيه الاسبوع انا بوفر كل حاجه لاولادي. لازم تدوهم مصروف ان هم يبقى عينيهم مليانه، وفي نفس الوقت ما تديش فلوس كتير، لان ايه يعني كتر الفلوس في ايديهم ده غلط. تمام. فوزي طالب، فوزي معاك اتفضل. اسمعني بس من التليفون يا فوزي عشان اقدر اسمعك. اتفضل اتفضل. بعد اذنك يا فندم، انا كنت رايح الدرس. انت كنت رايح الدرس؟ تمام يا حبيبي. انا في اولى ثانوي. يا حبيبي اتفضل. انا معدي كده لقيت واحد صاحبي هو قاعد يوزني وانا ماشي الدرس. انا ايه بصراحه يعني هو وزني وانا ما رحتش الدرس. انا ايه قبل ما اروح مامتي عرفت ان انا ما رحتش. تمام. فانا لما روحت لقيتها راحت ايه ضربتني بطريقه وحشه بصراحه، ما انا مش عارفه اللي عملته صح ولا غلط. طب وانت ما رحتش يا حبيبي الدرس ليه؟ هو بقى صراحه هو صاحبي قاعد يوزني يقول لي ما تروحش، ما عارفش انت مستفاد حاجه يعني. طب وقضيت الوقت، قضيت الوقت اللي وقت الدرس في ايه؟ كنتوا بتعملوا ايه مع بعض؟ ايه؟ كنتوا بتعملوا ايه مع بعض في وقت الدرس يعني؟ كنتوا بتلعبوا؟ كنا قاعدين. لا كنا قاعدين. بعدها بعد ما رحتش قالت تعالى نلعب كوره بصراحه. تمام تمام. تمام. شكرا يا فوزي ليك يا بابا. تمام. بص يا فوزي، بص حبيبي، انا عايزاك تبقى صريح مع ماما ومع بابا، اوعى تخاف، لان انت كبرت وليك شخصيتك، ولكن لازم تظهر ولكن باحترام. انت مثلا لو نفسك تلعب ماتش كوره قول يا بابا معلش يا بابا اديني يوم الخميس او الجمعه ساعه زياده يا بابا، انا ببقى محتاج ان انا اطلع طاقه والعب فيها. معلش انت انا ما قدرتش افهم منك برضه انت كنت قاعد معاه في البيت ولا خارج الشارع ان الموضوع هيفرق. ولكن طبعا مد الايد يا جماعه، بوصيكم مد الايد، الضرب هيبدا يضربك، هيبدا يمد ايده عليكي. مش تفرحي لما ابنك يبقى طويل عريض، ابنك كبير شاب سندك وظهرك، يزعق لك ولما صوته يخشن كده في فتره المراهقه، اول واحده هيبقى صوته عالي عليها انت او كاب هتكسرك. ليه؟ عشان انت كنت بتضرب في الاول. في مليون طريقة أربي بيها ابني وبنتي غير إن أنا مدي إيدي عليهم. الثواب والعقاب وأساليب العقاب كتير، أساليب الحرمان كتير. أنا من غير ما أضرب أنا أقعد كده ورجل على رجل كده وبعيني والله العظيم فعليا. تمام. معنا اتصال تليفوني تاني. اتفضلي أم إياد اتفضلي. أيوة يا دكتور إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا حبيبتي نورتيني اتفضلي. سنتين ثلاث شهور صغنون ولما باجي اوديه الحضانه يا دكتور
بيجيله رعشة كده ويفضل يعيط جامد، اه فكده حبيبتي. عادي اكمل معاه؟ اه لا 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 يا حبيبتي، تمام، اتفضلي كملي. في حاجة تانية هقولك؟ بس كده يا دكتور. تمام يا حبيبتي، شكرا ليكي يا ام اياد. سنتين وثلاث شهور يا جماعه السن الصحيح لنزول الحضانه، سنتين تمام، او انا سنتين انزل حضانه ومبقاش قلقانه ومطمنه جدا. ولكن انا طفلي يعيط، ده طبيعي على فكره، بنتي كانت كذلك، طبيعي ان هم يعيطوا ويصرخ ويترعش. على فكره هو بيشوف اخرك، يعني هتاخديني ولا لا، بيشوف اخر التيتشر في الحضانه هيعملوا معاه ايه. ولكن لا، نزلي حضانه، الموضوع ممكن ياخد اسبوع اسبوعين شهر بالكثير. في بعض الاطفال بتقعد تعيط شهرين على فكره، عادي جدا. هو اصلها لازم يتعلم، يعني هو الطفل بس بيبقى ذكي شويه، بيبقى عايز يعرف اخر الام فين، هتاخدني ولا لا. وده طبعا حبيبي متعلق بيكي بالفطره. ولكن لا، استمري في الحضانه حتى لو بيعيط، ما دام الحضانه كويسه ومحدش بيضربه هناك. لا معلش معلش، استحملي، جمدي قلبك كده. هي فتره الحضانه ونزول الحضانه وانفصال الطفل عن الام بيبقى فتره صعبه، انا معاكوا فيها، ولكن اجمدي ونزلي الحضانه، ما تقعديهوش فتره وهتلاقيه بقى زي الفل وتمام. اهم حاجه انا بوصيكم بيها في موضوع العند، خدوا اطفالكم، خدوا اولادكم بهدوء يا جماعه. في حاجه اسمها حوار، ابنك لو مش عايز الحاجة دي اتكلمي معاه، عرفيه مساوئ الحاجة دي، عرفيه كل حاجة. يا رب يكونوا استفدتوا، الوقت خلاص خلص، يا رب يكونوا استفدتوا من الحلقة واستفدتوا من اللي أنا قلته النهاردة عن موضوع العند، وإن شاء الله نتقابل في حلقات جديدة بإذن الله، ولعل علما ينتفع به. ويبقى الأثر ما دام الأثر خيرا، ويا ريت كل أم تسيب أثر كويس في ابنها. شكرا جزيلا، نورتوني.